بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أنا عندنا واحد الدرس، أنا ندخلو الدرس ديال النظمات. عندنا حل النظمة التالية، هذه النظمة الأولى، النظمة التانية، النظمة التالتة. غادي نشوفو الطريقة، غادي نركزو على الطريقة ديال التعويض، نفهمو الطريقة ديال التعويض مزيان. إذا عندنا لدينا النظمة الأولى هي إكس تساوي إكغيك، إكغيك تساوي 2 إكس ناقص 3. شنو هي الطريقة ديال التعويض؟ هنا كنحاولو ناخدو واحد المعادلة ونديرو إكس بدالة على إكغيك، وناخدو داكشي القيمة ديال إكس على داك إكغيك ونعوضو في المعادلة التانية. ايوا عندنا واحد، عندنا معادلة جوج. هنا كنلاحظ بأن إكس كتساوي إكغيك، إذا عندنا إكس بدالة إكغيك أو إكغيك بدالة إكس بحال بحال. هنا مثلا نعوض، مثلا غادي نعوضو إكس، إذا غادي نعوض إكس بإكغيك في المعادلة التانية. إذا غادي نعوضو إكس بإكغيك، إذا في ما كاين عندنا إكس غنعوضها بإكغيك في المعادلة التانية، غنحصل على لجينا المعادلة التانية إكغيك غتساوي عندنا 2 ضارب إكس، يعني جوج إكس نعوضها بإكغيك، يعني 2 إكغيك ناقص 3 إكغيك تساوي 2 إكغيك ناقص 3. إذا إكغيك غنحولها للطرف الآخر، 3 نحولها للطرف الآخر، إذا شنو غتولي عندنا؟ 3 دينا على الطرف غتولي موجب، غتولي زائد 3، 2 إكغيك غتبقى بلاصتها، وهنا ناقص إكغيك. إذا 3 تساوي 2 إكغيك ناقص إكغيك هي إكغيك، إذا إكغيك كتساوي 3. هنايا لنعوض إكغيك ب3 في المعادلة الأولى، واحد. إذا عوضنا في المعادلة واحد إكس، شنو غيساوي؟ إكغيك هي 3، ومنه حل النظمة هو الزوج إكس شحال كتساوي 3 وإكغيك كتساوي 3. دابا غادي نشوفو النظمة الثانية، المعادلة الثانية. مثلا إلا خدينا هاد المعادلة، لدينا إكس زائد إكغيك كتساوي 8، جوج إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 3. ده المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، اللي نأخذ مثلا دائما طريقة ديال التعويض، نأخذ المعادلة الأولى، واحد. عندنا إكس زائد إكغيك كتساوي 8، هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نكتبو إكس بدالة إكغيك أو لا إكغيك بدالة إكس بحال بحال. مثلا إلا خدينا إكس يساوي 8، غادي ندور الطرف الآخر غتولي عندنا ناقص إكغيك. مزيان، دابا هاد إكس غادي نعوضوها 8 ناقص إكغيك في المعادلة الثانية. لنعوض إكس ب8 ناقص إكغيك في المعادلة جوج، يعني في هذه المعادلة، فنجد إذا عوضنا إكس بإكغيك ناقص 8 على 8 ضارب أش 8 ناقص 2 ضارب ناقص 8 ناقص إكغيك زائد ناقص إكغيك تساوي ناقص 3. ومن بعد نحسبو 8 في جوج، هنا عندنا 12، 8 في جوج هي 16، ناقص جوج ناقص إكغيك هي ناقص جوج إكغيك ناقص إكغيك تساوي ناقص 3. يعطينا 16 ناقص جوج إكغيك زائد ناقص إكغيك، نحول الفرق إلى مجموع كتساوي ناقص 3. هاد 16 اللي عندنا ندوها للطرف الآخر، نغيرو ليها الإشارة، إذا غتولي عندنا ناقص 2 إكغيك زائد ناقص إكغيك تساوي ناقص 3 ناقص 16. إذا ندينا الطرف غيرنا الإشارة، ناقص جوج إكغيك ناقص إكغيك مجموع عددين لهما نفس الإشارة، هي ناقص جوج إكغيك زائد إكغيك هي 3 إكغيك تساوي نفس الشيء، هنا ناقص 3 زائد ناقص 16، نحول الفرق إلى مجموع، ناقص 3 إكغيك تساوي ناقص 3 زائد ناقص 16 هي ناقص 19. إذا إكغيك ناقص 3 غنقسمو على ناقص 3 باش تخلصو من ناقص 3 اللي مع إكغيك، الطرف الثاني غنقسمو على ناقص 3، نختزلو بها إكغيك كتساوي، غنختزلو هنا باش عندنا ناقص، لأن الفرق بسطو ما قاعدو نفس الإشارة. إذا 19 على 3. من بعد غادي نجول هنا، نجول هادي أو لا هادي بحال بحال. هنا لنعوض إكغيك بالقيمة ديالها، القيمة ديالها هي 19 على 3 في مثلا هاد المعادلة، في المعادلة مثلا المعادلة واحد، مثلا إكس زائد إكغيك كتساوي 8. إذا شنو غتولي عندنا؟ هي إكس زائد 19 على 3 تساوي 8، إكس تتساوي 8 ناقص 19 على 3. هذا حولنا للطرف الآخر، غيرنا الإشارة، إذن إكس هنا غادي نوحد المقام، هنا المقام ديال 8 هو واحد، إذن 8 ضارب 3 واحد ضارب 3، هنا المقام أصلا 3 موحد، إذا ما عندنا ما نخلو كما هو. إذا هي عطاتنا 8 في 3 هي 24 على 3 ناقص 19 على 3، إذن 3 24 ناقص 19، 24 ناقص 19 هي 5 على 3.
منه هل النظمة هو الزوج إكس اللي هو 5 على 3 وإكريك هو 19 على 3. إذا باينة. دابا غنشوفو النظمة التالتة باش نفهمو مزيان. النظمة التالتة اللي عندنا هو 3X زائد Y كتساوي 1، 6X ناقص 3Y كتساوي ناقص 3. ده هنا المعادلة الأولى. هنا المعادلة الثانية، هنا لدينا مثلا خدينا المعادلة الأولى عطاتنا هي 3X زائد Y كتساوي 1. هنا إما غادي ناخدو المعادلة الأولى والمعادلة الثانية بحال بحال، هنا غادي نديرو Y بدالة X في هاد المرحلة. إذا Y كتساوي 1، حولو 3X للطرف الآخر تولي ناقص 3X. ثم شنو غادي نديرو؟ غادي نشتو هاد Y ونعوضو بالقيمة ديالو في المعادلة الثانية. اللي نعوض Y ب 1 ناقص 3X في المعادلة الثانية، فنحصل على شنو غتعطينا؟ إلا جينا هنا شنو غتعطينا؟ تبقى عندنا هي 6X هي ناقص 3 ضارب. غادي نعوضو Y بالقيمة ديالها اللي هي 1 ناقص 3X تساوي ناقص 3. 6X هي ناقص 3 ضارب ناقص 1 هي ناقص 3، ناقص 3 ضارب ناقص 3X هي زائد 9X تساوي ناقص 3. إذا 6X زائد نجيب وحدها هي 2X تساوي ناقص 3. هاد ناقص 3 ندور الطرف الآخر غنولي عندنا هي زائد 3. 6X زائد 9X هي 15X تساوي ناقص 3 زائد 3 هي 0. مجموع ديال المتقابلين كيساوي 0. قسمو على 15 باش نخلصو هاد العدد اللي مع X. إذا حتى 0 غادي نقسمو على 15. إذا عطاتينا X تساوي 0، 0 على 15 هو 0. مزيان. هنا اللي نعوض إكس ب 0 في معادلة 3X زائد Y كتساوي 1. إذا شنو غتولي عندنا؟ فنحصل على 3 ضارب 0، عوضنا بصفر، زائد Y تساوي 1. 3 في 0 هي 0، زائد Y كتساوي 1. 0 زائد Y هي Y كتساوي 1. ومنه هل النظمة هو الزوج إكس اللي هو 0 وإكري اللي هو 1. وهذا نكون سالينا تصحيح وشفنا تعرفنا على الطريقة ديال التعويض. السلام عليكم ورحمة الله.